نظمت الأمانة العامة لمجلس الأمة ورشة تدريبية للطلبة أعضاء برلمان الطالب على مسرح صباح الأحمد في مبنى النواب الجديد، وتهدف الورشة إلى تعريف الطلبة بمواد اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وأحكام الدستور، وتم خلالها تحديد بنود جدول أعمال جلسة برلمان الطالب المقرر عقدها في أبريل المقبل بناء على المقترحات المقدمة من الطلبة الأعضاء، كما تم تعريف الطلبة باللائحة الداخلية التي تنظم عمل المداخلات في الجلسة.